خوتي اخواتي المغاربه اينما كنتم سلام الله عليكم. الفيديو اللي غادي نشوفه دابا وغتكون فيديو اللي رد الفعل ديال مجموعه من المؤثرين العرب فاش سمعوا بالخبر ديال تنظيم المغرب لكاس العالم 2030. تخليكم مع الفيديو تشاهدوا كاس العالم في بلادنا. نعم ان شاء الله السميع العليم على المحاوله السادسه كاس العالم 2030 في ارض المغرب بمشيئه السميع العليم بعد انسحاب الشرف اللي سحبته زامبيا ونيجيريا وليس انسحاب الجبناء اللي ما بغيتش نذكرهم في هذا الفيديو. اليوم دول الارجنتين وما ادراك ما الارجنتين، الاوروغواي وما ادراك ما الاوروغواي، الباراغواي وما ادراك ما الباراغواي تنسحب وتتخلى ليقينها بحسب بلاغ الفيفا على انها لا تملك حظوظا والمغرب سيتولى رفقة الجارين الايبيريين البرتغال واسبانيا او اسبانيا والبرتغال تنظيم كاس العالم. اذا كنتي ما وفقتيش من الصدمه فيق معايا الله يسر عليك وشد معايا. السلام عليكم. دائما الاخبار الجميله تاتينا الى مدينه مراكش تحت هذه الزخرفه الرائعه والتراث المغربي الجميل ومن اجمل فندق في العالم، فندق المامونيه اللي كيحتفل ب 100 سنه. هذا العام تم زف الخبر من طرف الديوان الملكي واعلن صاحب الجلاله الله ينصره بان الملف المغربي الاسباني البرتغالي تم اعتماده كملف وحيد لتنظيم كاس العالم 2030. وصلتنا الاخبار سابقه وقتها، ما بقيناش نستناو حنا المؤتمر ديال الفيفا تاع 2024. دابا عرفنا بان المغرب غيتنظم فيه كاس العالم، حلم كان يظهر بعيد المنال. كنعقل على جو هافلونج واحد الوقت كنقلب باللغه الفرنسيه قالوا لي ماروك ادوخ شافويتي، دابا لو ماروك اسا كوب دي موندا اورغانيزي ان شاء الله، وغادي تكون هاد الكاس العالميه قاطره للتنميه وغتحقق جميع الوعود ديالها، والمغاربه غيكونوا كلهم يد وحده، واي واحد شكك في المغرب غنبينوا ليه العكس ديال الشكوك ديالو. هنيئا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، هنيئا للشعب المغربي، هنيئا لمحبي الرياضه، هنيئا للمغاربه والافارقه، ونتمنى ان شاء الله يكون حدث رائع جدا بحال اللي غيكون كاس افريقيا 2025. راه تكون هذه كاس افريقيا حدث جميل جدا، والله الا فرحه كبيره. الحمد لله ظل المغرب شامخا. سلام غنظموا كاس العالم. ايوا يا حفيد، ما بين دموع الفرح ودموع الحسره، دموع الحسره ديال اليونان. حتى اليونان كانوا باغيين ينظموا مكاتب وداك الشيء غير على حساب النيه ديال الواحد، ولكن راه كلشي جانا الفلاح حنا ما فراسناش. كنقولوا راه التصويت 2024 جا الملك ديالنا الله ينصرو قال لنا لا لا راه حنا اللي غنظموا، وتا حنا سيبانا حيدنا علينا كلشي، كاس افريقيا كاس العالم المونديال الطويل اللي عنده شي دار يمشي ليها. ولا قد جاع لا قد جاع، مالكش مالكش. وبعدين مزيان ماتشاتنا في كاس العالم يتلعبوا عندنا، باش تيلا دينا كاس العالم نحماقوا في بلادنا قطر قلنا شنو نبداو نضربوا بالحجر، والله كنهرب لينا. واحد الحاجه مهمه بغينا يلعبوا عندنا غير الاوروبيين واللاتينيين والسنغال، الشيء الاخر كله صيفطوا لاوروبا حنا مسامحين. شو دابا صبرنا البرتغال سلخناهم وغنضموا معاهم، كاين شي براءه اكثر من هادشي؟ بغيو فوقات المصريين المغرب دي جميله خالص، والتي جي في بيروح لغايه هناك بقى. المصريين شعب فرفوش زيانين تاهم، جيبهم جيبهم نتفاهموا معاهم على شي حوايج بيناتنا. لا لا الصراحه المغرب ارض الجود والكرم، اللي جا مرحبا به، فين ما مشيتي غتلقى الخير، غتلقى حسن الضيافه، غتلقى القفطان، غتلقى الزليج، كلشي كاين. وداكشي ديال التيكيتات غنوليو نعيشوه في المغرب، خليني من هني. غتولي تسمع القنصليه ديال قطر كتفرق التيكيتات في الملعب ديال الفتح ديال الباسبورات، تسمع شي فضيحه ديال سيريل انونا وتيري اونري كيبيعوا التيكيتات في النوار، المحللين جيبوا اللعابه اللي لعبوا معنا في قطر واعتزلوا، تخيل معايا اش دايره كيعاتب شي لعاب حيت شد حمراء، لعبات. والفي اي بي ديالنا خاص يكون مغربي، نحطو كاع بغزال، نحطو بوجنات، عرفتي تخيل معايا شي في اي بي فيه ميسي وكريستيانو معتزلين وكيضربوا شي طاجين ديال المسلالة العالمية. الرضوان خاص يدير شي أغنية جديدة عمر ما سمعناها، شي حاجة بحال أياهو، هذيك ما خصهاش تبدل، نزيدو لها غير الكمانجة تبقى هي بدل التوزيع. جبني هنا 2030 شحال يكون عندي إن شاء الله؟ 35 عام، يعني غنكون كبرت. أولي نقول الدراري جلس أولدي خلينا نتفرجوا، جلس جلس.
فرنسا وحلوشي وحيل تخلعوا انسى ورجال سدوا داروا القفال مبابي غاي غمال وغير معايا دابا تخيل مشى ليهم راس المال واخويا رد البال من حوايج البال فرنسا وحلوشي وحيل تخلعوا انسى ورجال سدوا داروا القفال مبابي غاي غمال وغير معايا أدب تخيل مشاليهم راس المال واخويا رد البال من حوايج البار وانا يا بلادي قطراني ولا بلاد البراني براني عتق 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 مكرونة غادي كي غرا صافي طح عليه البق وباقي لاصقني لاصق عتق 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 مكرونة غادي كي غرا صافي طح عليه البق وباقي لاصقني لاصق لا 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 شي الديب ما تخافش عليه تيجي بعشاء اما نحاس الكابا تيبقى جالس بحال الكلب تيجي موله Arsh! Arsh! Zurr!